خد الإصحاح الثالث من فيليبي. فكركم تاني، فيليبي رسالة تشيع فرح، كتبها بولس من السجن في الستينات من القرن الأول. وفيليبي ليها ذكريات جميلة عنده، حصل فيها معجزة السجن، وحصل فيها أنه طرد روح العرافة، الروح الشرير من العرافة، والناس دول أتقياء وأنقياء فمفرحينه، فبيدعي لهم دعوات حلوة، بيطمنهم على أخباره، وبإيمان عجيب وبعمق روحي قال لهم أنا عارف هطلع من السجن، لسه مش هموت دلوقتي، إنما لو خيرتوني بصراحة نفسي أروح السماء، لكن ليه الحياة هي المسيح والموت هو الربح. وبعدين يقعد يوصيهم عيشوا زي ما الإنجيل عاوزكم تعيشوا، بصوا على المسيح وقلدوه، المسيح أخلى ذاته وأخذ صورة عبد وعمل كل حاجة عشاننا، كل واحد يعيش لحساب الناس بدل ما يعيش لنفسه. بعد كده قال لهم انا هبعت لكم تيموساوس عشان يطمن عليكم ويطمني، وبعت لكم افروديتوس اللي كان مريض وكنتوا زعلانين عليه، اول ما خف بنعمه ربنا بعته عشان يطمنكم ويفرح بيكم وانا افرح بيكم كلكم. اخيرا يا اخواتي، اصحاح 3، اخيرا يا اخواتي كانه هيدخل في ختام الرساله، انما هتطول منه فهتاخد النص الثاني من الرسالة، يعني احنا اصحاح 3 و4 ده نص الرسالة. لكن عاوز يقول ايه اخيرا من ناحية الوصايا؟ افرحوا في الرب. كأنه عاوز يقول اهم ما في الرسالة دي افرحوا في الرب، هيعيدها تاني في اصحاح 4 ويقول افرحوا في الرب واقول ايضا افرح. فالرسالة دي بالذات تتميز انها فيها وصية الفرح بإلحاح. ناس كتيرة فاكرة ان الفرح ما يجيش كوصية، يعني واحد يقول لك ينفع تقول لواحد افرح؟ فعش ما ينفعش، الفرح ده بتطلع لوحدها الحكاية. لا ينفع. ليه؟ زي أي حاجة حلوة في دور عليك وفي دور على ربنا. الفرح عطية من ربنا صحيح، لأنه يقول ثمر الروح محبة فرح في غلطية 5، فالفرح ثمرة للحياة مع ربنا، نتيجة. إنما برضو في وصية بتقول افرحوا. يعني إيه؟ ما هو اللي مستسلم لأفكار كلها نكد هيفرح إزاي؟ هنا افرحوا يعني إيه؟ اهرب من الأفكار الوحشة دي. ليه الأفكار اللي كلها تشاؤم دي؟ قاومها يا أخي عشان تفرح، يبقى عليك دور أهو. يبقى هنا افرحوا كوصية ممكن تتعمل. افرحوا كمان معناها إيه؟ افتكر إنك جوه ربنا ودي حاجة تفرح. يعني فكر أفكار روحية مفرحة. هو أنت لما تتخيل نفسك ربنا شايلك على أيديه كده طول حياتك، دي مش حاجة مفرحة؟ لما تتخيل أنك خروف زي داود ويقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، مش دي حاجة مفرحة؟ لما تتخيل أنك في الآخر هتبقى في السماء وشايف المسيح والملائكة والقديسين وقاعد معهم على طول، مش دي حاجة مفرحة؟ يبقى كأن افرحوا يعني املوا أفكاركم أفكار مفرحة، وطردوا الأفكار اللي فيها نكد، فيها تشاؤم، فيها خوف. أخيرا يا إخوتي افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة. يعني إيه؟ يعني أنا مش خسران كتير وأنا بكتب، ولكن أما لكم فهي مؤمنة. يعني أنا بكتب لكم أهو، بس خلي بالكم كلام اللي هكتبه ده أنتم مؤتمنين عليه، مؤتمنين عليه، يعني انتوا مسؤوليتكم اكبر. انا بكتب لكم الكلام انما انتوا لازم تسمعوه ولازم تعملوه. وليست علي ثقيله، البعض ممكن يفهمها ان في رسائل كانت كتابتها تقيله، يعني في كورنثوس الثانيه قال لهم صدقوني لو تعرفوا في كورنثوس الاولى انا كتبتها بحزن شديد وكآبه قلب. يعني رساله كورنثوس الاولى كان بيتعصر وهو بيكتب لان عندهم مشاكل فظيعه. إنما هنا الناس دول يفتحوا النفس، ناس مفرحين، فبيقول لهم كتابة هذه الأمور ليست علي ثقيل، أنا بكتب الجواب وأنا فرحان مش تعبان. في كورنثوس كان بيكتب بدموع لأن الناس منحرفة وفي تعاليم غلط وفي خاطي كورنثوس وفي أفكار لخبطة، فكان مشدود قوي وحزين على الكنيسة. وده معناه إنه خلي بالكم المخدوم الحلو اللي ماسك في ربنا بيفرح الخادم بتاعه، والكاهن اللي ولاده ماسكين في ربنا كاهن فرحان بنعمة ربنا، أولادهم فرحينه.
أما لكم فهي مؤمنة، يعني الوصايا دي أنتم مؤتمنين عليها، بدل وصلتك الوصية ما تقولش ما عرفش، أنت مؤتمن أنك تنفذ. انظروا الكلاب، هنا انظروا بمعنى احذروا، انظروا يعني خلي عينك في راسك. الكلاب، طب احنا نخاف من الكلاب؟ لا، الكلاب دي اللفظة القديمة اللي كان يقولوها الأمم، يقولوها اليهود على الأمم. فاكرين المثل اللي كانوا يقولوه لليهود؟ ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. وربنا يسوع قال المثل ده قدام الكنعانية، قامت هي بقى بشطارتها قالت له وماله، ولو الكلاب تقعد تحت الترابيزة تستنى لأمها. لا، شطر، عظيم إيمانك. فالكلاب هي اللفظة التي كانت تقال على الوثنيين، بقت تقال في عرف الكنيسة على الهراطقة. خلي بالكم يعني إيه، خلاص الوثنيين كتير منهم أمنوا ودخلوا وإحنا بنشتمش حد، إنما الهراطقة استحلوا إن هم يسموهم الكلاب. ليه؟ لأن هم بيهوهوا وبيعملوا دوشة لكن مؤذيين مش مفيدين، كلام كلام كلام، يملوا الدنيا كلام بس بيعلموا تعليم غلط. فبيقول لهم احذروا الكلاب، يعني حسبوا من الناس اللي بتعلم غلط. أكثر الهراطقة في الجيل ده كانوا اللي بينادوا بفكرة التهود، احنا قلناها قبل كده إن أكثرهم كانوا من اليهود اللي بقوا مؤمنين، إنما رجعوا يقولوا إيه، لازم ختان لازم ناموس، فكانوا عاوزين يهودوا المسيحي. فقال لهم احذروا الكلاب، احذروا فعلة الشر. في بعضهم بينادي ان الشر ممكن يباح، زي بدعة النيقولويين، استباحوا بعض الخطايا وقالوا ماله الجسد سيبوه براحته يغلط. فحسبوا ان اللي يعلم تعليم غلط يخلي الناس تستبيح الخطية. انظروا القطع، القطع دول اللي بيقطعوا الكنيسة، في ناس عاوزة تقسم الكنيسة، في ناس عاوزة تعمل تحزبات وشلل. انظروا كل الفئات دي، خلي عينيكوا في راسكوا، الشيطان بيلعب بكل الورق، ناس تعلم غلط، ناس عاوزة تقسم الكنيسة، ناس عاوزة تعلمكم الإباحية. وبما انه جاب سيرة الجماعة دول اللي أشهرهم أصحاب بدعة التهود، قال لهم شوفوا بصراحة لو فكروا يلاقوا كان المفروض احنا بالذات بولس واللي معاه كنا أول ناس ندافع عن التهود لو هي صح. فبيقول ايه، لأننا نحن الختان. يعني ايه نحن الختان؟ نحن اليهود المختتنين. هو يا بولس ده يهودي فريسي مش يهودي عادي، فمختتن طبعا من يومه، واخدين بالكم؟ قال لهم لو كان حد هيغير على اليهودية يبقى احنا بالأول. انظر، لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح. يعني ايه؟ يعني احنا يهود بالختان، ولكننا الان لم نعد نعبد الله بالجسد. ما بقاش الختان هو اللي بيقربنا من ربنا، انما اصبح روح الله الساكن فينا هو راس مالنا، هو اساس عبادتنا، هو اساس حياتنا المسيحيه. ختان ملوش قيمه دلوقتي. فبيقول نحن الختان انما نعبد الله الان بالروح، لا نعبده بحكم ان احنا مختتنين. ونفتخر في المسيح يسوع، يعني راس مالنا هو ربنا يسوع، لا ختاننا ولا الناموس ولا الذبايح ولا السبت، مش الحاجات دي مش هتوصلنا، انما نفتخر ان المسيح الهنا، المسيح مخلصنا، المسيح فدينا، هو ده اللي بنفتخر بيه، هو ده اللي بنقف بيه قدام ربنا. ولا نتكل على الجسد، يعني عاوز يقول اليهودي الحقيقي لازم يوصل لدي. اليهودي الصح كان لازم يفهم ان الختان ده مقدمة مجرد رمز عشان يكتشف ان الله يعبدوه بالروح وليس بالجسد، وان الله المتجسد ربنا يسوع المسيح هو فخر اليهودي الحقيقي. فاليهودي الحقيقي لابد ان يكون مسيحي، اليهودي التقي لازم يؤمن بالمسيح وينسى الختان ويجري ورا المعمودية ويجري ورا الحياة الروحية. فبيقول ما عدناش بنفتخر بالجسد، لو افتخرنا ان احنا مختونين بالجسد يبقى أنكرنا اللي عمله المسيح، يبقى أهملنا الفداء اللي تممه المسيح على الصليب وقلنا الختان له قيمة. فبيقول نحن الختان، يعني هو مش بيتبرر أو يتبرأ من أنه كان يهودي زمان، بيقول إحنا اليهود الصح بقى نعبد الله الآن بالروح ولا نفتخر في أجسادنا. خلاص ما عادش الجسد يسوى عندنا، مختتن أو غير مختتن، إنما نفتخر بالمسيح يسوع. مع أن لي أن أتكل على الجسد، يعني أنا بقى لو هعمل زيهم اليهود دول، طب ده أنا أكتر منهم بقى، ده أنا ممكن أسابقهم في الفخر،
إن كانوا هم يهود أنا يهودي أصعب وأقوى وأكتر. فبيقول أنا عندي فرصة أتكل على الجسد، يعني إن هم كانوا يغيظوا الأمامين يقولوا لهم إحنا مختتنين أنتوا لأ، مع إن كله اتعمد دخل الكنيسة بالمعمودية فبلبلوا الناس والختان ضروري، فبقى في ناس مميزة بالختان، قال لهم لأ كلام فاضي، أنا كان ممكن أتكل على الجسد. إزاي؟ إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. لو في يهودي هيفتخر أنه عنده امتيازات يهودية أنا أولى منه، كان المفروض أنا اللي سبقه. ليه يا بولس يقول؟ من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من جنس إسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين، بطاقة ما تخرش المية، يهودي أبا عن جد مختتن في الثامن حسب الشريعة بالنص، وعارف السبط بتاعه تمام من سبط بنيامين، عبراني أصيل، لأن فيه يهود اسمهم يهود الشتات بعضهم يمكن مش عارف السبط بتاعه، وفي يهود انضموا من الأمم فما لهمش أصل يهودي، قال لهم لا 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 ده أنا يهودي قديم. تمام. من جهة الناموس بقى لأنا أسبق بقى. ليه؟ كان في درجات في الخضوع للناموس. اليهودي العادي يخضع للناموس، بس لما يكون بيرفكت، لما يكون مذاكر قوي حرفي قوي، يدخل في طبقة الفريسيين. قال لهم أنا بقى من ناحية الناموس أنا مش يهودي، أنا فريسي، يعني يتميز عن غالبية اليهود من جهة الناموس أنا فريسي. من جهة الغيرة، الغيرة يعني حب اليهودية وحب الناموس وحب موسى وحب الشريعة، قال لهم من ناحية الغيرة والحماس على الدين اليهودي أنا وصلت في يوم أن أنا تزعمت اضطهاد الكنيسة، يعني سبقت كل اليهود، كل الشباب اللي في جيلي محدش كان إرهابي زي، محدش حب موسى والناموس لدرجة أنه اضطهد الكنيسة لأنه كان متصور الكنيسة عدوة موسى. فبيقول لهم لو أنا بقى هسابقهم كيهود أنا أكسب، أنا عبراني أصيل، أنا فريسي مش عادي، وأنا في الحماس والغيرة للدين اليهودي سبقت كل جيلي لأني صرت مضطهد الكنيسة. من جهة البر، البر بالنسبة لليهودي إيه؟ هو تكميل الناموس، والناموس على فكرة مش مجرد الوصايا العشر، ده أنت لما تقرأ سفر اللاويين تلاقي الحكاية صعبة قوي، في حرفيات كتير قوي، في فرائض كتير قوي، في التسامات وفي غسلات وفي وفي وفي. قال لهم شوفوا برضو من جهة البر اللي من ناحية الناموس بلا لوم ولا غلطة، يعني ايه؟ ما كنتش اكسر اصغر وصية ولا خطوة زيادة يوم سبت ولا غسلة ناقصة في الغسلات بتاعت اليهود. فمن جهة البر الذي من في الناموس، لان ده بر مش مالوش اعتبار دلوقتي، بس هو بيقول لهم انا قارنت نفسي اهو يهودي بيهود عشان اقول لكم دي كلها امتيازات طبيعية كانت عندي. شوف هيقول ايه بعدها، فانا في الناموس بلا لوم. طب ايه ده انت خسارة، ده انت كنت تكسب الجو وتبقى انت كبير اليهود في الوقت ده. قال لهم شوفوا بقى، لكن ما كان لي ربحا، طبعا دي امتيازات يعني ربح كريدتس، يعني مزايا تميز شاب يهودي متدين متعصب، ده تخليه يعني نمرة واحد في نظر اليهود كله. قال لهم ما كان لي ربحا، هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. مش قال إنها حسبها زيرو، كان ممكن يقول حسبتها بلا نفع بلا قيمة، قال لا ده أنا حسبتها بالماينس، مخسرة معايا. عارفين ليه؟ لأنه لو كانت بلا نفع هي مش هتعطله عن معرفة ربنا، إنما الامتيازات دي عطلت يهود كتير عن ربنا، لأنه كونه ناموسي قوي ده النقلة هتبقى صعبة قوي، إنه ينكر كل الماضي ده ويقلب كل الالتزامات دي ويتشبث بس بالمسيح والفداء والخلاص بتاع العهد الجديد، كانتش سهلة. يعني أصبحت الحرفية اليهودية معطلة مخسرة معاه، معطلة عن تذوق نعمة العهد الجديد، إنما هو غلب ده كله. فبيقول لهم اللي كان بالنسبة لي ربح أنا بصيت له بصة جديدة واعتبرته خسارة عليا، فكان أحلى حاجة عندي إن أنا أرميه كده زي اللي بيرموا الزبالة. فبيقول ما كان لي ربحا، هذا قد حسبته
من أجل المسيح خسارة. عارفين زي إيه؟ زي ما واحد يقول إيه، الفلوس اللي الناس كلها شايفة إنها ربح أنا حاسس إنها معطلاني عن السماء فحاسبها خسارة. المركز الكبير اللي ليا ده اللي الناس كلها بتبص عليه وتحسدني عليه ربح في نظر الناس، أنا حاسس إن هو ده الخسارة لأن ده معطلني عن الصلاة وعن الخدمة. واخدين بالكم الفكرة؟ في حاجات تبدو في عين الكل إنها ربح، فلوس، امتيازات، مراكز شخصية، إنما الحاجات دي ممكن في الحقيقة تعتبر خسارة مش ربح. بس مين اللي هيحسبها؟ ما هو الشاطر بقى اللي يحسب. يحسب يعني إيه؟ يعني لو عرف المسيح صح وفهم ربنا صح هيحسب الحاجات دي خسارة، هيبص نظرة جديدة. أنبا أنطونيوس بص لفلوسه إنها معطلة فاعتبرها خسارة عليه، طلعها من حياته وارتاح. طبعا مش الكل يقدر يعمل بنفس الدرجة، لكن يا ترى أنت بتبص للامتيازات اللي عندك إزاي؟ معتبرها كرامة كبيرة أو إن يبقى مركزك كبير؟ ما يمكن المركز يكون معطلك عن المسيح. معتبر الغنى اللي عندك ربح؟ صدقني يمكن لو بصيت بنظرة تانية تقول يا بخت الفقير الغلبان، أهو ما عندوش فما عندوش غير الصلاة، إنما أنا عندي فلان الباشا وفلان البي والحاجات دي معطلاني. ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل أني، شوفوا بقى القاعدة الكبيرة، بل أني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. يعني أنا مستعد أعتبر أي حاجة خسارة لو هتعطلني عن المسيح، لو شخص غالي علي هيعطلني عن المسيح خسارة أنه موجود في حياتي. ده شخص غالي عليك بس وجوده معطلني، هعتبره خسارة مش مكسب. ده شخص كويس وبيحبك بس معطلني، مش ماسك في ربنا. فبيقول أنا مستعد أحسب أي حاجة في الدنيا خسارة مش مكسب لو كانت تعطلني. أنا اللي يهمني أعرف ربنا من أجل فضل معرفة الرب يسوع. يعني عشان أعرف ربنا أي حاجة تاني تصغر جدا وتتضاءل. الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. بيكرر نفس المعنى بس بيضيف كلمة نفاية بقى، بيقول أنا خسرت حاجات كتير قوي بس أنا عمري ما ندمت. هو عاوز يقول كده، عمري ما ندمت إن أنا راحت مني كرامة اليهودي. كان له كرامة، ده شاول يدخل الناس تتكلم عليه لأنه ده الراجل بتاع رؤساء الكهنة، الشاب اليهودي المتعصب تلميذ غمالائيل، راحت الكرامة بقى اليهودي يكرهوه. قالوا ماله؟ ما ندمتش أبدا إن أنا خسرت مركز يهودي، ما ندمتش أبدا إن أنا خسرت فلوس أبويا كلها، لأن طبعا هشتغل إزاي وأخدم إزاي وأنا الإقطاعيات دي كلها راحت عليا من ساعة ما بقيت مسيحي. ما ندمتش أبدا إن أنا بعد ما كنت مكرم في المجتمع بقيت طالع من سجن لسجن، إنما حسبت كل شيء نفاية، لا عاوز كرامة ولا عاوز فلوس ولا عاوز مجد أرضي، ده كل ده زبالة. نفاية يعني زبالة، حاجات لما الواحد يرمي الزبالة ما بيزعلش. حد فيكم بيرمي الزبالة وبيرجع يعيط جنبها يقول خسارة؟ تحصلش. هو بولس كان عنده الإحساس ده إنه لما خلص من الحاجات دي ارتاح، بيته نضف مش تعبان بقى خفيف. فبيقول أحسب كل شيء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. هو شايف المسيح ده أصله أغلى ربح. تفكرنا يمكن بالمثل اللي قاله ربنا يسوع لما قال تاجر يطلب لآلئ حسنة فوجد لؤلؤة غالية الثمن فمضى وباع كل شيء واشتراه. بولس كان كده تاجر شاطر، تاجر شاطر واعي حسبها صح، عنده لآلئ كتير، ده هو بيفهم في الجواهر، عنده مراكز وعنده غنى وعنده كرامة وعنده، إنما لقى لؤلؤة زغللت عينيه، لقى المسيح، لقى الملكوت. كل اللآلئ التانية ما تسواش، باع كل حاجة عشان يكسب المسيح. سؤال، انت بعت ايه عشان تكسب المسيح؟ خسرت قد ايه عشان تقرب من ربنا؟
لو ما كنتش خسرت يبقى انت ما كسبتش كتير. مش هينفع تربح المسيح من غير ما تقدم ولو خسارة صغيرة، مش هتعرف تكسبه. لكي تربح المسيح لابد أن تخسر العالم، ملهاش حل. ما ينفعش تحب ربنا والدنيا في كفة واحدة، مش هينفع. هتخسر ايه بقى في الدنيا؟ تخسر ناس؟ اه وارد. تخسر فلوس؟ ممكن. تخسر كرامة؟ اه. تهان من أجل المسيح؟ يمكن. إنما لازم يكون في خسارة عشان تقول لكي أربح المسيح. شوفوا بقى النظرة الجميلة بتاعت واحد شايف المسيح كنز عاوز يكسبه. هو استخدم كلمة ربح في فيليبي واحد لما قال إيه؟ لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ليه؟ لأن الموت هو المسيح برضه بالنسبة له، هو لقاء المسيح. فبيقول لكي أربح المسيح، وبعدين غوط أكتر من كده. مش بس المسيح كنز، ده المسيح بحر، ده المسيح يدخل فيه. قال كلمة عجيبة قوي، قال وأوجد فيه. أنا عاوز أبقى جوه ربنا. دي بقى من الحاجات العالية بتاعت بولس. تصوروا واحد يبقى جوه ربنا، متحاصر كده بربنا، يبقى ربنا مش جنبه ولا قدامه ولا وراه، يبقى حواليه. ده تعبير عميق قوي. يقول أنا عاوز أدخل جوه المسيح من جوه، عاوز أوجد فيه لكي لا يكون لي وجود خارج المسيح. أنا مش هرتاح غير لما أبقى جواه عشان أضمن السم، عشان ما تروحش مني. هو الوحيد صاحب السم، خليني أستخبى فيه ياخدني في جيبه على السم. فأنا عاوز أوجد فيه. أوجد فيه دي تعبر عن ما يسميه القديسين الكبار الإحساس الدائم بوجود الله، أو الصلاة الدائمة. يعني إيه؟ القديسين الكبار من كتر صلواتهم بقى قلبهم بينادي ربنا على طول، حتى هم وسط الناس، حتى من غير ما يركزوا، اتبرمجوا على كده خلاص. بقى مفيش حد شغلهم في دماغهم وفي قلبهم غير ربنا، فبقوا موجودين في حضرة الله كل حين. زي إيليا النبي لما كان يقابل حد يقول حاجة غريبة، يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمام. أنت واقف قدام أخاب؟ لا لا، مش مهم أخاب، أنا واقف قدام ربنا. فأخاب ملوش لازم، ملوش قيمة، هو خلاص متعود أن ربنا محاوطه في كل لحظة، فالإحساس ده لا يفارقه. لما بولس يقول محبة المسيح تحصرنا، لما رؤيا يوحنا تتكتب يقول يوحنا كنت في الروح في يوم الرب. إيه في الروح دي؟ زي أوجد فيه، في حضور دائم لربنا كده. لما يوجد في المسيح خلاص بره يختفي. هو كان قبل كده بار بحسب الناموس، 10/10 من حسب الناموس اليهودي، إنما دلوقتي هو 0/10. هو دخل للمسيح قال له أنا خاطي وما فيش حاجة عدل، خلاص الناموس اترك. فقال لكي أوجد فيه أنا لازم أجيله خاطي، لازم أجيله تعبان محتاج، لأنه لا يحتاج الأبرار الأصحاء إلى طبيب. فبيقول أوجد فيه وليس لي بري. عشان كده اليهودي متعطل. ليه؟ اليهودي جاي ربنا يقول له أنا كويس، طب ما خلاص مش هيدخل في ربنا أبدا. إنما اللي ركن الناموس والختان وقال له يا رب أنا ضايع، ما فيش حاجة عدلة، أهو ده ممكن يدخل في السكة صح. فقال أوجد فيه وليس لي بري، يعني ما عادش البر بتاع زمان الذي من الناموس، إنما في بر جديد. بس مش بر الناموس، الفرائض، الذبايح، لا لا، البر ده هدية من المسيح ليا بقى، جفت كده، نعمة. البر الذي بإيمان المسيح. يبقى هنا استبدل بر الناموس اليهودي ببر اسمه بر الإيمان. أما البار فبالإيمان يحيا. إذا العهد القديم شاور على البر ده من زمان، بس هم اليهود حاولوا يتبرروا بالناموس واكتشفوا أنه ما فيش فايدة. حاولوا كلهم يطلعوا أبرار، إنما ما فيش حد ما كسرش وصية، فطلعوا كلهم الجميع فسدوا وأعوزهم مجد الله. عشان يتقدم لهم بر جديد اسمه إيه؟ آمن بربنا، تعمد، امسك في ربنا، تتبرر بالمسيح. فاسمه بر بالمسيح. يعني إيه؟ يعني كأن المسيح يغطيك كده، فخلاص تتستر خطاياك، يبان شكلك حلو. عشان كده في المعمودية يقول أنتم الذين اعتمدتم إيه؟ قد لبستم المسيح. طب ده المسيح بار ما فيهوش غلط، اما انت لبسته لبس، فما بقاش باين فلان القديم المشوه ده، بقى باين عليك النعمه والمسيح.
البر الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله، يعني إيه؟ مش بالشطارة بقى وبالأعمال الناموسية القديمة، لأ، ده البر اللي جاي من ربنا يدهولنا كده كنعمة، بس محتاج قصاد منه إيمان عشان نستلم البر. الإيمان وكل تبعياته اللي هو اللي قاله المسيح. يقولها بشكل أعمق وأعمق، أصله بيكلم ناس مليانة، بيكلم بتوع فيليب، عشان كده الرسالة دي عميقة في معانيها. بعد ما قال أوجد فيه، قال كلمة تاني غريبة، قال لأعرفه. استنى بقى، تعرفه؟ أنت بعد 30 سنة لسه بتقول عاوز أعرفه؟ ده تقريبا فات عليك أكتر من 20-25 سنة تعرف المسيح، وأنت بالذات شفته بعينك وشفته في رؤى كتير، وكذا مرة يجيلك ويكلمك. قال لا لا لا، ربنا ملوش آخر، ومعرفة ربنا ملهاش آخر. في كورنثوس يقول إيه؟ الآن أعرف بعض المعرفة. شوفوا بقى، لما بولس اللي دخل السماء يقول لنا أنا أعرف شوية عن ربنا، ما أعرفش كتير، هناك هعرف كتير. ربنا يسوع في صلاته في يوحنا 17 قبل ما يدخل على الصليب يقول للأب إيه؟ يقول له أنا بعمل كده عشان يعرفوك، يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. هم لسه ما يعرفوش؟ لا ما يعرفوش. كل اللي فات ده لسه لسه، ده هم يدوب حطوا رجلهم في إيه؟ في مية البحر، إنما البحر ده ملوش آخر. فهنا بولس فاهم الموضوع، عارف إن معرفة ربنا دي موضوع ملوش نهاية، والعمق في الوجود داخل الله حاجة كده زي البحر تعوم فيه ما تعرفلوش آخر. فيقول لا أعرفه وقوة قيامته. هو عاوز يقول أعرفه وأعرف قوته. مسيح قوي جدا، أقوى منظر أو أقوى إنجاز لربنا يسوع له المجد، إنجاز التعبير، حين قام من الموت بقوته، لأنه كان أقوى عدو هو الموت. أين شوكتك يا موت؟ انهارت بالقيامة. أين غلبتك يا هوية؟ فعاوز يقول عاوز أدوق المسيح بقوته، القوة اللي خلته يقوم من الموت منتصر. ده غلب الموت المرعب اللي ما سابش بني آدم إلا وهزمه. عاوز أدوق قوة قيامته. يعني إيه بولس تعرفه وتعرف قوة قيامته؟ هتبان دلوقتي. يقول كمان عاوز أعرفه في حاجة تاني، في شركة آلامه. عاوز أعرف هو بيتألم كان بيحس بإيه؟ كان بيفكر في إيه؟ إيه اللي صبره على الغلب؟ إيه اللي صبره على العري؟ إيه اللي صبره على الإهانة وهو بار ما غلطش؟ عاوز أشاركه في صليبه، عاوز أحس بيه وهو بيصرخ في آلامه. بس إيه اللي هون عليه كل ده؟ عاوز يقول عاوز أدوق الحب اللي ورا الآلام دي كلها، عاوز أتصلب معاه. عشان كده قالها في حتة تاني إيه؟ مع المسيح صلبت. أنا اتصلبت معاه. وفي غلطية يقول إيه؟ إن ربنا سامح إنه يكمل فيا الآلام بتاعت صليبه. إن كان في آلام ما خلصتش في صليبه يكملها في جسمي أنا، لأن أنا بقيت حتة منه. فبيقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. شوفوا بولس في العمق الروحي لسه قدامه طموحات روحية. يعني ده بيشوف المسيح عين عينك، إنما مش مكتفي، عمال يزن على ربنا يقول له ايه في درس لسه ما خدتوش. عاوز قوة القيامة، عاوز ادوقها، عاوز ادوق هذه القوة اللي طلعت بيها من القبر، عاوز ادوق احساسك على الصليب. ربنا يسوع يهوته ويقول له حاضر ادوقك اللي انت عاوز، بدل جوايا ادوقك، عاوز اموت شبهك، عاوز اموت معاك. مش انت موت، عاوز اتشبه بموتك واموت زيك. ده كل دي كانت أمنيات لبولس اتحققت طبعا، لأنه مات فعلا شهيد. واحد يقول مش الترتيب كده مش مظبوط، ما يجيب أحسن شركة ألامه وموته وبعدين قيامته. الحقيقة لاهوتيا الترتيب ده صح. ليه؟ هل قوة القيامة كانت في المسيح قبل موته ولا بعد موته؟ من الأول. المسيح إله من الأول، واخدين بالكم؟ دخل على الصليب قويا، واخدين بالكم؟ هي ما كانتش باينه القوه، انما لم تضاف عليه قوه من بره، واخدين بالكم؟
هو داخل على الصليب بيقول لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذ، أنا نفسي ملك، ما يقدرش يقولها غير ربنا يسوع له المجد. فبيقول اللي صبره على الآلام والموت أن القوة القيامة فيه. طب وإحنا ينفع يمشي علينا الكلام ده؟ لما تلزق للمسيح تدخل على الموت، قوة القيامة داخلة معاك. يعني إيه؟ تبقى داخل تموت على رجاء القيامة، تبقى مش خايف من الموت. ليه؟ لأن قوة القيامة دخلتك وانت لازق في المسيح. قوة القيامة دي خدتها فين؟ خدتها يوم ما اتعمدت. يوم ما اتعمدت انت مت وقمت، فشبكت في قوة القيامة، بقت فيك قوة الحياة الأبدية، قوة القيامة من الموت. هي دي اللي هتصحيك لما تموت. انت هتقوم لأن المسيح لزق فيك، بس افضل ثابت فيه، افضل لازق فيه. لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. عشان ايه توصل ليه في الآخر؟ لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. عشان عاوز لما أدخل على الموت في أي وقت أبقى ايه طالع منه على القيامة على طول، عشان عاوز أقوم مع المسيح منتصر وأفضل معاه في السماء إلى الأبد. شوفوا الراجل ده مشغول بحاجات روحية غريبة تبدو بالنسبة لنا بعيدة عن تفكيرنا. كم واحد فكر أنه يدخل إلى عمق ألام المسيح ويشاركه ألام؟ كم واحد اشتهى أن يموت كما مات المسيح، يتشبه بموته؟ كم واحد بيتكلم مع ربنا في قوة القيامة، يقول يا رب اديني القوة دي من دلوقتي، تبقى الموت تحت رجلي، مش خايف منه أبدا في أي لحظة. لا أعرف قوة قيامته وشركة ألام متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. لما دخلهم بقى في الحاجات الغويطة دي قال لهم أقول لكم سر يا أولاد، أنا ما وصلتش لحاجة لسه. شوف الراجل العظيم ده، قال لهم ليس أني قد نلت أو صرت كاملا. اوعوا تفتكروا إن عشان أبوك الروحي ومعجزات ورؤى وكنايس أنا وصلت. أنا ما وصلتش لحاجة، أنا لم أنل بعد ما أريد ولم أصر كاملا كما يريد الله، لسه بدري، ولكني أسعى، أديني بحاول. كلام بقى اللي إيه صغرنا كلنا، كل ده لسه بيسعى بيحاول. لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. يعني المسيح عاوز يديني حاجة عاوز أوصل لها، عاوز يديني قوة القيامة، عاوز يوصل لي الحياة الأبدية، عاوز يديني نصرة على الموت وعلى الألم وعلى الخوف بكل أشكاله، عاوز أدرك اللي المسيح أدركني بيه، عاوز أنال الخلاص اللي المسيح نزل من السماء يدهوني، فأنا لم أدرك بعد. شوف الآية دي توبخنا لما في لحظة تحس إنك أنت كده كويس واكتفيت. اكتفيت بإيه؟ ده بولس بيقول أنا لم أنل ولم أدرك شيئا ولكني أسعى لعلي أدرك، لسه في حاجات قدام. أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، بعدها تاني، أنا أولاد ما وصلتش لحاجة لسه، ولكني أفعل شيئا واحد. إيه اللي بتعمله؟ إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. يعني إيه؟ ما هو وراء بالنسبة لبولس مرحلتين كبار. في مرحلة مظلمة قبل ما يقابل المسيح، وفي مرحلة منورة جميلة قوي بعد ما قابل المسيح. الكل ده دلوقتي بقى وراء هيستوري، أنا باصص لقدام، لسه السكة طويلة. اللي دخل البحر ما بيبصش قطع كم كيلو، باصص للبحر لسه غويط، لسه الشاطئ البعيد، فمش بيفكر في هو قطع قد ايه، بيفكر فاضل قد ايه. واخدين بالكم المعنى؟ لان هنا ما هو وراء مش بالضرورة يكون خطايا. يمكن اغلب الناس بتفهم الاية دي على انها ايه، انسى القديم وخليك في الجديد، انسى الزمان الظلمة والخطية وخليك في زمان النور تمشي. انما هنا كان بولس يقصد ان كان في انجازات روحية وخبرات روحية ورؤى وتأملات وأعماق وأفراح، أنا كل ده ما بفكرش فيه، أنا بفكر في بكرة، لأني لو فكرت في مبارح هقعد أقول كفاية كده، فأنا مش بفكر في اللي فات خالص، أنا بفكر في بكرة. تؤكد منهج بولس أنه ينمو بلا حدود إلى قياس قامة ملء المسيح.
أيها الإخوة، أني لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. طب إيه اللي قدامك؟ وهو لازم يكون في حاجة. يقول أسعى نحو الغرض. الغرض دي بتستخدم في كلمة مثلا نشان أو الجايزة زي ما هيقولها الجعالة دلوقتي، يعني في حاجة واضحة قصاد منه. إيه اللي قصاد عينك منبهك؟ المسيح له المجد، فاتح حضنه مستنيني في السماء. فأنا الصورة دي باصص عليها وشايف، فعمري ما هبص ورا، هيفضل المسيح هو اللي شاددني، هفضل باصص عليه من مجد إلى مجد وأنا مش واخد بالي إن في مجد. زي بطرس لما كان ماشي على المية، ده مجد، حاجة عظيمة جدا. إنما طول ما هو كان ماشي باصص على المسيح، كان ماشي على المية، أول ما بص على المية ابتدى يغرق. أسعى نحو الغرض، اللي شايف السما مستنياه، والمسيح مستنيه، والأبدية بأفراحها مستنياه. ما بيونش، ما بينامش في الخط، ما بيكتفيش بمستوى، ما بيقولش كفاية كده أبدا، ما ينفعش، لأن في غرض قصاده. أسعى نحو الغرض لأجل جعالة، جعالة يعني جائزة دعوة الله العليا. ربنا محضر لي إكليل غالي جدا، محضر لي أفراح في السماء لم تخطر على بال الإنسان. الجائزة دي شغلاني مزغلل عينيا، فمش شايف حاجة غيرها. يقولوا في النشان، في تدريب في النشان يعملوا كده، يقول لك لما يعلموا العساكر وهم بينشنوا يقول له شايف ايه؟ لو قال له شايف شجر وشايف بتاع يقول له طب اركن، مش هتفلح. اللي ياخد النمرة 10/10، اللي يقول له شايف الغرض يقول له شايف ايه تاني؟ يقول له ولا حاجة، الغرض بس. واخدين بالكم؟ فاهمين الفكرة؟ لأنه لو عينه جابت حاجة غير الغرض ما يوصلش، ما تجيش في ال ما تخبطش صح. يعني التركيز لازم يكون على الغرض. برضه يقولوا كده اللي بيجروا، أصل جعالة دي مأخوذة في اليوناني من جايزة الماراثون، كان وقت بولس في مسابقات الجري مشهورة أوي وقت الرومان، الأولمبياد دي من وقت الرومان. فكانوا اللي بيجري دايما المدربين يقولوا له عينك على الجايزة وعلى اللاين بتاعك، بصش حواليك، ما تبصش للناس، لو بصيت يمين وشمال تتعطل، إنما عينك على نهاية السبق، ما تزخش، ما تنحرفش. لو فضلت عينك على السبق وعلى الخط بتاعك توصل تسبق. فهو واخد نفس الفكرة الرياضية دي وحاططها لنا على السماء. عينك على السماء، ما تنزلش على الأرض لحظة، بصش يمين وشمال، مين وقع مين ما وقعش ملكش دعوة، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأنت لا يقترب إليك الشر. خلي عينك على السماء، عينك على المسيح بس، هو اللي له فيك كتير، أنت بتاعه مش بتاع الدنيا. أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. يبدو أن في فيليبي في ناس كويسين كتير، لكن بعضهم افتكر أنه ممكن يكون بقى كامل. فبولس كان بيتكلم عن نفسه، اللي احنا مش متعودين ويتكلم عن نفسه، انما هو عاوز يقول لهم بصوا يا اولاد انا بفكر ازاي، وانا ابوك الروحي، انا ناسي انا عملت ايه امبارح، انا بجاهد عشان بكره، عاوز اوصل. اتعلموا دي بقى. فليفتكر هذا جميع الكاملين منا. هو في حد كامل؟ لا، يقصد الذين اعتقدوا انهم قد صاروا كاملين يفكروا زيه، ما يصدقوش حكاية ان هما بقوا كاملين دي لحسن يضحكوا على روحهم، يفكروا بالطريقة دي بالمنهج ده، ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. وإن افتكرتم شيئا بخلافه، لو سرحتوا عن الفكرة دي وتلهيتوا في قولة عملنا وسوينا ورحنا وجينا وخدمنا، الله سيعلن لكم هذا أيضا. يعني صدقوني ربنا هينبهكم لو سرحتوا عن الفكرة دي وغابت عن نظركم انك تسعى لما هو قدام وتنسى ما هو وراء، ربنا هيعلن لكم الدرس ده. الروح القدس اللي جواك هينبهك يقول لك لا ما تبصش ورا، ما تبصش عملت ايه، بص هتعمل ايه، فاضل ايه، وراك ايه، توب النهارده مالكش دعوه بامبارح. واما ما قد ادركنا فلنسلك بحسب ذلك القانون. يعني ايه؟ اذا جالك في دماغك ذكريات انجازاتك الروحيه وخدماتك وعلاقتك بربنا، اطرد الكلام ده
خليك في القانون. إيه القانون؟ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. الشيطان يجي في ودان بولس يقول له إيه؟ يا سلام عليك وانت داخل فيليبي زمان عملت عمايل، ولا أفسس 3 سنين غيرت شكل أوروبا، ولا يقول له اسكت 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 استنى لما توب، ده أنا ورايا لسه عاوز أروح روما وعاوز أوصل أسبانيا ولسه اليهود ما أمنوش، لازم العالم كله يرجع للمسيح وأنا لسه مش ناقي، هقبل المسيح إزاي؟ لا ده أنا لسه لازم أنظف نفسي، ده أنا كسلان، ده أنا، واخدين بالكم؟ قانون، نظام، سيستم ما يتغيرش، فكرش في اللي فات أبدا، فكر في اللي جاي بس. العجيب يقولوا في البستان قصة غريبة، القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك قعد مترهبن فترة طويلة قوي، سمعوه في آخر حياته وهو بيصلي، رجل عجوز راهب قديس عظيم بيعلم البرية كلها، بيقول لربنا إيه؟ يا رب هبني أن أبدأ. شوفوا الحلاوة، يا رب خلينا ابتدي بقى. هو مش واخد باله انه بقاله بتاع 40 سنة مثلا في البرية ولا حاجة، يا رب خلينا ابتدي قبل ما تيجي، قبل ما اجيلك. اما ما قد ادركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون. يبقى القانون اللي حطه لنا ايه؟ هو القانون السعي المستمر نحو الغرض، تركيز على الهدف وتنسى اللي فات، تقولش انا قطعت ايه وعملت ايه والمفروض اعمل ايه عشان اوصل. ونفتكر ذلك عينه، نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا، آمين.